السلام عليكم، كيفكم؟ ان شاء الله انكم بخير. احبكم. اليوم جانا لكم فيديو جديد، فيديونا عباره عن تحدي الاهرام. اليوم التحدي بيني وبين اخواتي، رح نربط العيون، رح نبدا من الصغير للكبير، وبده يكون هو وعيونه مربطه يعمر هرم بالاكواب اللي قدامكم. اللي بعمره باكبر باقل وقت هو الربحان، ويعاقب الخسرانين. هلا رح نروح نربط عيون عبد الله ونرجع لكم. هلا رح اشغل عبد الله، بس قالك سري بتبدا. 1 2 3. وظبط جالس؟ نحن ما دخلنا، انت عم تشتغل. بس من هلا عم بقول انه نحن ما رغم بايدينا، بس انت انتبه. الله على الهرم العالمي. مد ايديك من قدام، اعطيك اياهم لقدام على التهليل. حاط 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 لفوق لفوق. قلت له راح يطلع لنا وحده. ليش تجي وحده؟ بيطلع فوق وحده من هاي التوينه. تطبون تبه. لا ما بدي اطبهم، بس احطهم. انتبه لا تطب. طبوا 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 عليهم. برافو 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 برافو. يلا يلا يلا. هي بس زدت له الطاولة. لا يلا يلا جاي 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 جاي. كمل كمل كمل. خش تنزل جاي تطبوا. بس شوي بس شوي. وقف كمل كمل. لا وقف كمل. اطبق فوق بعضهم عبد الله، رجعوا ينزلوا فوق بعضهم. انتبه. يعني حسين عم تضبط انت ولا عم موت على الهرم عليهم بوت في ايدك شوي. اسمع شوي رايق. خلاص هلا عبد الله حاج صار له دقيقتين، ضل له وحده على القمه، رجع خرب كل الهرم. رح نحسب له انه ما راح يكمل للاخر، ضل له هرم خلال دقيقتين. يلا قوم خلي عبد الله يروح، رح نوقف ونحط عمر محله. هلا رجعنا لكم مع عمر. استنى شوي ايم ايديك، بس قال لك 3 مثل عبد الله بتبدا. 1 2 3. كانك مستعجل زياده. اي بالضبط. اوف فخامي فخامي. اوف 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 عمر عمر أوف. عمر بده يعمل الهرم مو انا. وقف الهرم خلص، هذا هرم مو من اساس منيح اساس منيح. اوبا ايه ده؟ اسمع شوي ايدك انا بتقول خلي هو لحاله يعني. على فكرة في تلتين دخلوا ببعضهم كيمشون بإيدها. الله برافو برافو. يلا كمل كمل. اسمع شوي جبت لك اياهم على الطرف الشمال عشان تستحكم. انت عملت لي الاساس هيك عملته. قلت المركز تحت عرضته. مع شوي. تخطيت الدقيقة. ركز. خالص. اش خالص؟ كمل. اصير امي احلى طرق من خالص. كمل ما ضل في وقت خلص. انت عم تخرب دم الزومبي بتاع عمر. لا عبد الله بعد ما خرب هرم ورجع خرب وقتها. اوكي اسمع شوي. اوه الدنيا كلها دخلت ببعضها، في بالقاعدة اثنتين بقلب بعضها. يلا يلا قيمة قيمة. ها انها ها. هذي وحدة من برا هالسحر. جيبوا له اثنتين من برا. يعني في اثنتين بده، يعني اثنتين حطهم بالقاعدة بقلب بعضها. تفضل هاي وحدة. هي انا على ايدك ليسار رجع شوي. يلا قيم. بسيطة كمل كمل. هو ما ضل في مركز، وين عم تحط؟ ايوه ثلاث شوي. طيب تاني تسع ثواني.
يعني انا هون لحد الان انا هيك خلاص. يلا هلا راح نوقفها وابرك انا محله. والله رجعناكم مع مصطفى. يلا واحد اثنين ثلاثة. يلا يلا زو تحت حار لهيك. مين عم بيلعب لي؟ عبارة عن لك يا هون لليمين. هلا في هون ثلاثة جنبك خلص وحدة بيه. عم لا تقرب لي الدنيا. دخلت لي اياهم بقلب الهرم رح ارجع اعي. لا بقى تقربوا شيء تركوا كل شيء. هيك كتير منيح. مثل هو هيك منيح منيح. ايوه يلا 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 صار دقيقة إلا شوي كم ثانية. تعال ما بتتمسخر علي تعال. بلشت أضيع خلت الله عن اللعبة أضيع. ما صرت صاير واحد حيفوت الاساس. اي طب بعثوا لي ثلاث دقائق. ايوه صرت دقيقه. ثلاثه اربعه. هي فيها ببطيء. يعني هن لو بالاول من غير شيء عليك كان عبد الله الربح لانه عبد الله كان اكثر شيء ماشي صح. صح بس انه غشوا عليه. صاروا ياكلوا بين ما هلكوني خلوك طب وحده وضيعوك وطبوا كل مره بعتهم. بس هو كان مرحوم. الله ينفع عليك. ايه انا بلعت الهواء. وين الكاسات؟ اعطيني طيب. خليني احط لك كاسات بمحل. انت ما عم ترضي تقربوا لك يا هون. مش عارفني. يلا 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 مصطفى يلا مش حرام يا بتخلص مهرب. كاسات كثير خلصنا. انا الربحون كني ايش عارفة؟ والله هي رافية. هلا لا هيك خسران. انا الربحون صار دقيقتين وثلاث ثواني. ستة ما كملت الهرم. انا هيك خسران بقول. اخر وحدة اخر وحدة كمل على مصطفى. شد الوقت. دقيقتين 15 سنة. تقريبا قدك. لا انا دقيقتين عشرة. انت ما كملت دقيقتين ما كملت 15 سنة. اجربه مرة تانية. لا خلص انت خسرت. انا وعبد الله خسران. يعتبر على الخسران يعني رح نعاقب عمر لاني عبد الله بالمرتبة الثانية والمرتبة الأولى. لا تعاقبوا. لا بس عمر يلا. طيب تحت ما تركزش انا ما بعاقبك لي. يلا معلش رح ناخذ كات ونرجع على العقوبة. أمانة ونشوف ولا لا. وهلا حطينا عمر على عقوبة. مربطين عيونه. هدول كاسات قدامه بده يلمهم وهو مغمض عيونه. في وقت لا بلش. يلا واحد اثنين ثلاثة روح ابدأ. طب فوق ما تكب شو بيلك شو دول قدامك لاني في منهم بعاجي ما تلتين فيهم. رح نقرب لك. انا عم بحس انه ناقص الكاسات. انت عم تكب منه نوع. شوف شو انا عم سؤالهم. طيب هذا كم كاسيك وما اعرف بعد ما بعرف. طلع السفي. طلع السفي على الزوايا بعض. ايه ايه حط من ايدك شو تكمل السفي كتير. تعا قدامك بشوي في وحدة. وينون؟ انت فش كم بايدك على الارض. مش بعرف في حاجة تطفي مع الارض. يا انت وين كاسات اللون؟ دون مهمة. كوبلين قدامك يا اهبل. طيب لمو مضل. يلا 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 هنا قدامك شوي. يلا يلا انا حاجة كم افضل. يلا حاضر اعطيه هاي هون. خلصنا هدي. فك عيونا. تعرف انه انت ترتب وقت مثل ايديك اشيل نصه وارجع اخشك حتى يعني عرفت نصه صار ثلاثه. لا كل وصلنا لنهاية الفيديو. اذا عجبكم الفيديو حطوا لايك اشتركوا بالقناه فعلوا الجرس انتظرونا فيديو جديد. بس انتظرونا فيديو لايك والسلام عليكم.